أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، ونحن اليوم في صالة تحرير الأخبار المسائي، ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ ناجي حسن نائب رئيس تحرير الأخبار المسائي، يطلعنا على أهم العناوين والأخبار تصدر بها الأخبار المسائي غدا الجمعة إن شاء الله. وفي البداية نرحب به، أهلا بحضرك أستاذ ناجي. أهلا أستاذ محمد. هو في الحقيقة الأخبار المسائي بتسخر في بعض العناوين المهمة التي ستصدر غدا الجمعة إن شاء الله. في مثلا على سبيل المثال سيناريو إلغاء امتحان الثانوية العامة يطارد الهلالي. طبعا الفترة اللي فاتت دي موضوع تسريب الامتحانات شغل حيزا كثيرا من الرأي العام، ما زال يهم الكثير من الطلاب والتلاميذ والشعب المصري. طبعا لأن طبعا السنة دي كانت بادرة غريبة من نوعها، أنه كل امتحان غالبا بيحصل فيه نوع من التسريب، الامر الذي انعكس على يعني كثير من الناس بيطالبوا بالغاء الامتحان كليه هذا العام. مثلا على سبيل المثال النهارده زي مثلا ماده الاقتصاد والماده والفرنساوي تم تسريبهم النهارده، والامر النهارده بيتكلموا لسه الوزير ما خدش قرار حاسم في الغاء الامتحان، يعني لسه بيتشاوروا في حجره مغلقه داخل الوزاره، بيقولوا ان احنا لسه بنفكر هنلغي الامتحان او ما نلغيهوش، ولسه لغايه دلوقتي ما خدوش قرار. اذا التفاصيل يطالعها القارئ ويراها في العدد الصادر الجمعه ان شاء الله في جريده الاخبار المسائيه. حضرتك ايضا لديكم مجموعه من الاخبار في الصفحه الاولى، حضرتك ممكن تنقلها. في خبر يعني مفرح لدى مصر ولدى كل المصريين، وهو اصول السفينه مسترال، السفينه الفرنسيه اللي هي يعني دخلت حاليا خدمة القوات البحرية، اللي هي بالفعل سفينة لها قدرات عسكرية عالية جدا، بحيث انه السفينة دي عندما دخلت الاسطول البحري رفعت تصنيف البحرية المصرية الى المرتبة السادسة عالميا، ودي طبعا يعني يعتبر تطور تقني وفني كبير جدا في مسألة في الجيش المصري وبخاصة في القوات البحرية. ايضا الاحد نظر الطعن على حكم تيران وصنافير، هذا الحكم الذي يعني اثار حافظه الشعب المصري بفرح احيانا وبغضب احيانا اخرى. طبعا لا شك انه قضيه صنافير وتيران من القضايا التي حازت على يعني مساحه كبيره جدا من الراي العام خلال الفتره الماضيه، وطبعا كان فيها كثير من الاراء المتفاوته حول يعني حول هذه الجزيرتين اذا كانوا هم تابعتين لمصر ام تابعتين للمملكه العربيه السعوديه. هذه اشاره انه حد يكون الطعن بتاع الحكومه اللي تقدم للصنافير وتيران. هو لو لاحظنا انه نظر القضيه كان امبارح، والطعن بتاعها هينظر في المحكمه الاداريه يوم الاحد القادم. يعني ملاحظ انه الملاحظ انه هنا القضيه هنا بتاخد سرعه اكثر من حقها، يعني يعني شوف من خلال في يوم بالضبط بيتم الإسراع، الدولة فعلا أسرعت بوضع الوثائق والمستندات التي تؤكد القرار المصري بهذه بهاتين الجزيرتين. طبعا كما عودتنا الأخبار المسائية تطالع يعني تكون متابعة أول بأول أي خبر أو يعني حدث يعني هم الشعب المصري. يعني كثير من الاخبار اللي احنا معظم الاخبار اللي عندنا اخبار كلها مهمه. في يبدو ان هناك عندكم خبر دولي ان هو يعني مجلس يعني مش مجلس الوزراء اللي هو بريطانيا اليوم ذهب استفتاء على الانفصال عن دولي مهم بالنسبه لبريطانيا، فيه بعض النداءات من داخل بريطانيا بتطالب بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، وده طبعا يعني حاجه يعني يعتبر حاجه غريبه من نوعها، ولو انه كان يعني بدايه الاتحاد الاوروبي لما انشئ بريطانيا اصلا كان في بعض الاعتراضات على انضمام الاتحاد الاوروبي بدليل ان عمله بريطانيا لم تتغير، يعني ما زالت العمله البريطانيه هو الجنيه الاسترليني، بالرغم انه في العمله الموحده اللي هي اليورو الاتحاد الاوروبي، لكن بريطانيا احتفظت بنفس العمله بتاعتها حفاظا على اقتصادها وحفاظا على استقلاليتها في الاقتصاد البريطاني. ايه الاخبار الثانيه؟ لديكم دوما يعني حوادث مميزه، ملفات رياضيه كامله. حضرتك غدا اخبار الجمعه يعني الناس كلها مأجزة كده يحفظوا في الاخبار المسائيه. والله بالنسبه للرياضي يعني بنقولوا الزمالك العنيد يخشى مفاجات
مصري العميد وتصفيات المونديال أزمة الأزمة التي تسبب أزمة للفراعنة. والأهل يسعى للخروج من كبوته في مواجهة نارية أمام الدراويش. مواجهة نارية بأن يعتبر يعني مواجهة سخنة أمام الدراويش. الحقيقة دي كلها احنا عاملين تفاصيل عنها إن شاء الله حتقرا بكرة إن شاء الله يوم الجمعة. إذن هناك تفاصيل كثيرة في عدد أخبار المسائي الصادر غدا إن شاء الله الجمعة. وكان معنا اليوم الأستاذ كاتب الصحفي الأستاذ ناجي حسن نائب رئيس تحرير أخبار المسائي، أطلعنا على أهم العناوين والأخبار والأحداث التي تصدر بها غدا الأخبار المسائي في عددها الصادر الجمعة إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم إلى نهاية حلقتنا من شارع الصحافة لهذا اليوم. شكرا لكم، انتظرونا في لقاءات قادمة إن شاء الله.